أول ما تظهر من بيتك دايما طلع بالسماء وادعي، ودايما قول كافها يا عين صاد حميم عن سين قاف، ادعي الدعوات اللي بدك إياها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يظهر من البيت إلا لما يطلع بالسماء. دايما وجه وجهك إلى شطر مسجد الحرام، وإن شاء الله كل شيء بيتم على خير، وبترجع مرزوق وبترجع مجبور الخواطر.